مشاهدينا اهلا بكم. النشره الجويه، يسود طقس حار على وجه البحر والقاهره وشمال الصعيد، مائل الحراره شمالا، شديد الحراره جنوبا وجنوب سيناء نهارا، معتدل ليلا، وشبوره صباحا شمالا على وجه البحر والقاهره ومدن القناه وسط وشمال الصعيد، مع نشاط للرياح على وجه البحر والقاهره وجنوب سيناء، والبحر المتوسط معتدل والبحر الاحمر معتدل ايضا. وعن التوقعات لثلاثه ايام القادمه نبداها من القاهره. الخميس 22 33، الجمعة 27 37، السبت 23 36. أما عن شرم الشيخ الخميس 26 36، الجمعة 28 38، والسبت 28 39، وأخيرا مع الأقصر الخميس 28 40، الجمعة 29 41، والسبت 30 43. ونتعرف الآن مشاهدينا على بيان تفصيلي درجات الحرارة المتوقعة بإذن الله. القاهرة 22 33، الإسكندرية 21 29، دمياط 21 27، بورسعيد 23 26، العريش 20 28، رفح 20 28، الإسماعيلية 21 34، السويس 22 33، مطروح 20 26، وادي النطرون 21 33، المنصورة 22 33، طنطا 21 32، دمنهور 22 33، سانت كاترين 14 27، الغردقة 27 36، شرم الشيخ 26 36، الفيوم 22 34، المنيا 23 35، أصيل 23 36، سوهاج 24 37، قنا 25 38، الأقصر 28 40، الوادي الجديد 25 38، أسوان 28 40، حلايب 28 32، شلاتين 26 35، أبرمت 27 34، رأس حدر 26 35.